العظيم أوصيكم ونفسي يا إخواني، أوصيكم ونفسي بوصية بعد ما صلوا على النبي عليه السلام. اوعى يا عبد الله تعصي ربك في نعمة ربك، والله هذه أحسن وصية، والله أحسن وصية. إياك أن تعصي ربك بنعمته، العينين نعمته، السمع نعمته، الإجرين نعمته، الإيدين نعمته. والله هالكلمتين هدول بس، والله كتب بحمله. بس إياك إذا بدك تعصي ربك تعصيهوش بنعمته. طب شو هو اللي من غير نعمته؟ في إشي من غير نعمته؟ الوقت من نعمته؟ الوقت من نعمته ولا مش نعمته؟ الله أكبر. المال نعمته ولا مش نعمته؟ من 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 خيره ولا مش من خيره؟ أولادك نعمة من الله ولا مش نعمة؟ اوعى تعصي فيهم يا عبد الله، لأنه والله أخطر إشي. الله يعطي واحد يعطيك حاجة وتصير تتحدى فيها، هذه مصيبة يا جماعة. دير بالك على بصرك، دير بالك على سمعك، دير بالك على إيديك، دير بالك على مالك، دير بالك على مالك. الله يا إخواني.